بتوجيه رسائل إلى دول إقليمية ودولية، استقبل الرئيس الإيراني وزير الخارجية التركية في طهران. إبراهيم رئيسي دعا بلدان المنطقة إلى حل مشاكلها من دون تدخل الأجانب، وإلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين طهران وأنقرة ليشمل الصعيد الدولي، مبينا أن هذه الأواصر ستلقي بظلالها على المعادلات العالمية في ضوء مكانة إيران وتركيا المرموقة إقليميا ودوليا. فيما وزير الخارجية الإيراني كشف عن خطة مشتركة بين البلدين للتوصل إلى خريطة طريق طويلة الأمد. اتفقنا على الدخول في مباحثات دبلوماسية للتوصل إلى خارطة طريق طويلة الأمد لعلاقتنا الثنائية، ونأمل أن نوقع هذه الوثيقة خلال الزيارة المقبلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران. هي وثيقة على غرار الاتفاقيات الاستراتيجية التي تخطط لها طهران مع الصين وروسيا وفنزويلا، فالمفاوضات النووية المقبلة قد تكون ناجحة وربما لا، رغم تفاؤل الضيف التركي بها. العقوبات المفروضة على إيران ظالمة، وعلى الذين خرجوا من الاتفاق النووي العودة إليه. نحن سعداء ببدء المفاوضات النووية في فيينا من جديد، ونأمل أن تصل إلى نتائج إيجابية. نتائج إيجابية لن تتحقق من دون قرار سياسي أمريكي حقيقي برفع العقوبات وضمان عدم وضعها مجددا، يقول صناع القرار في إيران. سياسيا تقف أنقرة إلى جانب طهران في أزمتها النووية منذ سنين، لكنها عمليا تلتزم بتنفيذ العقوبات الأمريكية، لذا فإن إحياء الاتفاق النووي ووضع خريطة طريق شاملة للعلاقة بين البلدين سيساهمان في إعادة التعاون الاقتصادي إلى سابق عهده وربما أكثر. أحمد البحراني، طهران، الميادين.